you. <music> أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين وحلقة جديدة واستثنائية من استوديو العاصمة لهذه الليلة نتحدث فيها عن تأثير التحولات الإقليمية الحاصلة على مستوى المنطقة على القضية الفلسطينية وإمكانية أن يكون هناك عمل مختلف عن السنوات الماضية والحديث هنا عن ترتيب الوضع في فلسطين وتأثير كل ما يحصل على مستوى التواصل بين دول كانت تختلف كثيرا كما هو الحال بالنسبه للجانب الايراني والجانب السعودي بعد هذا الاتفاق والتقارب الواضح، الحديث عن مدى تاثير هذا الامر على القضيه الفلسطينيه بشكل عام وبشكل خاص حول المقاومه الفلسطينيه، في المقابل ايضا جمله التحولات في المسار الدولي والحديث هنا عن الرؤيه الامريكيه والابتعاد الامريكي عن المنطقه في ظل اقتراب روسي صيني في المنطقه وتاثير ذلك على المشهد بشكل عام وكيف يمكن ان ينتقل العرب الى رؤيه مختلفه وطريقه تعاطي مختلفه مع هذه القضيه التي ما زالت حتى الان هي مثار جدل ونقاش بحكم الاراء والافكار المختلفه التي دائما ما تطرح في ميدان النقاش وفي ميدان السياسه. نتحدث في السعوديه العاصمه لهذه الليله عن امكانيه ان يكون هناك عمل عربي حقيقي مشترك يساهم في ايجاد حل مناسب. لقضية فلسطين وهل ما زال العقل العربي يفكر في فلسطين ويجعلها من ضمن الاولويات ام ان الامور اختلفت وما عادت القضيه في المنطقه التي كانت عليها قبل سنوات من الان وتاثير المسار والتقارب الاقتصادي على كل القضية أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيفي لهذه الليلة سعادة السفير الدكتور أحمد عقل سفير فلسطين في العراق أحييك سعادة السفير أهلا وسهلا بك أنا سعيد بهذه الاستضافة وتحيتنا لك ولكادر البرنامج وللمشاهدين حياك الله سعادة السفير خليني أبدأ مع حضرتك دكتور في بنظرة عامة عن الرؤيه العربيه قبل ان ننطلق لمحاور اخرى هل تعتقد ان النظره العربيه او الرؤيه العربيه اختلفت في طريقه تعاطيها وتعاملها مع القضيه الفلسطينيه هي ما زالت كما كانت في سنوات خلت يعني خلينا ناخذ الموضوع بشكله العام والشكل العالمي الحضاره الغربيه التي حكمت العالم ولا زالت الى الان هي القوه الاكبر في برنامجها كانت تعتبر ان المنطقه العربيه والمنطقه الاسلاميه هي منطقه معاديه للحضاره الغربيه، بالتالي كانت تتعامل معها من هذا المنطلق، وهذا كان واضح في قرارات مؤتمر كامبل الذي عقد في بريطانيا في لندن عام 1907 واللي على اثره كان يعني سؤال مهم انه هل الحضاره الغربيه تسير بنفس منحنيات الحضارات السابقه؟ اذا كانت هذا صحيحا من هي المنطقه المهيئه ان تنشا فيها الحضاره الوليده أه. ثالثا شو هي الاجراءات لمنع هذه الحضاره من النمو جي. كان الجواب على هذه نعم انه الحضاره الغربيه نفس الحضارات السابقه تصل الى القمه وتبدا أه. بالانحدار ان المنطقه المهيئه ان ينشا فيها الحضاره الوليده او الجديده هي منطقه الشرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط يعني بمعنى أنها المنطقة العربية وعددوا الأسباب أه توسطها نقطة الالتقاء هذا هي اللي فيها الثروات الطبيعية مم. أجواءها وحدة الـ يعني وحدة اللغة وحدة الديانة لحد كبير وأنها هي المنطقة التي نشأت فيها الحضارات السابقة أه ما هي الإجراءات المطلوبة؟ مم. الإجراءات المطلوبة أولاً آه تقسيم هذه المنطقة وهذا حدث في سايكس بيك عام 1916 ثانيا زرع جسم غريب م. في وسط هذه المنطقة يفصل شرق هذه المنطقة عن, عن غير. جنوبها م. أو عن غربها م. وهذه النقطة جغرافيا فلسطين الآن بدأوا يبحثوا من هم الجسم الغريب الذي نريد أن نصل إليه ويعني بحثوا عن أشكال مختلفة الإخوان الدروز والإخوان الموعوان هذا بالنهاية كانت الحركة الصهيونية قد بدأت ونشأت وكانت تبحث عن مكان لإقامة وطن قومي لليهود وبالتالي تجمعت و وكانت قيام إسرائيل أو الكيان الصهيوني في داخل فلسطين إذا قيام الكيان الصهيوني هو جزء من المخطط الاستعماري الغربي الذي كان موجود ولا زال موجودا مهم الان احنا بعد الرؤيه العربيه الان هي مدركه لكل هذه الخطه ومتفهمه لكل ما يحصل لكن نظرتها تتغير مع الوقت لو ما زالت كما كان هي يعني خلينا نصل الى نقطه انه بعد مائة عام من عشرين سنه او من 15 سنه فما الى الان اصبحت لانه هو قيام الكيان الصهيوني اصبح مرتبط بالتقسيم والتقسيم اصبح مرتبط ب يعني بعض الانظمه التي بشكل او باخر مرتبطه بالبرنامج الغربي. لكن صارت تحولات عالميه لذلك بدا الخطه الجديده في انه بدل ما تكون الدول الغربيه مسيطره بما فيها الان امريكا على المنطقه، المنطقه هذه الدول تحولت الى دول عاديه، بالتالي اصبح يجب البحث عن دوله اقليميه تسيطر على هذه المنطقه، والدول الاقليميه في المنطقه اللي ممكن ان تسيطر وهي خارجة. إسرائيل أو إيران أو تركيا أه. أكيد أمريكا والغرب ينظروا إلى المنطقة بالعيون الإسرائيلية فلذلك هم يعملوا ولا زالوا يعملوا إلى الآن كيف تستطيع إسرائيل أن تسيطر على هذه المنطقة لذلك كان هناك ما يسمي بالربيع العربي وكان أه. بعد ذلك الإرهاب في المنطقة وهذا منه هو تفتيت ما هو مقسم أو مفتت والإدخال يعني آه خلينا نقول فيروسات في جسم العربي إنه آه آه بحيث إنه يكون في حالة صدام داخلي يعني مجيب. كل طائفه، كل مجموعه عرقيه، كل مجموعه دينيه تلتم على نفسها وتبحث عن حمايه لها، وامريكا توجه اعلاميا ان اللي بده يحمي نفسه يجب ان يذهب الى اسرائيل، فلذلك كان هناك عمليا التطبيع او ما سمي التطبيع هلا اخطر ما في التطبيع هو ما آه الان يعني يدخل الى العقيده وهو ما سمي بالديانه الابراهيميه والان امريكا الاداره الامريكيه مستقتله على آه الاستمرار في قضيه الديانه آه الابراهيميه وكان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب نعم على بداها والمفروض انه الإدارة الأمريكية الجديدة ما كانت متحمسة لها لكن بالفترة الأخيرة هي متحمسة جدا وتضغط على السعودية لكي تدخل في شنو هذا. شو على القضية الفلسطينية هذه الفكرة فكرة الديانة الإبراهيمية. الديانة الإبراهيمية هي كيف تسيطر إسرائيل على المنطقة. على مسار سيدنا إبراهيم من أور طبعا. شمالا إلى سوريا إلى فلسطين إلى مصر إلى الجزيرة العربية هذه المنطقة يريد أن تكون تحت سيطرة الديانة الإبراهيمية الديانة الإبراهيمية ديانة الفلسطين. يهودية فبالتالي هي بالتأكيد ضد م. فلسطين أولا تنهي الرمزية تنهي أي شيء م. يعني بمعنى أنه خلاص هاي بتنحل من ضمن سيطرة إسرائيل على المنطقة بالتالي ببطل في شيء اسمه قضية فلسطينية عندما تكون الأردن والعراق وسوريا ومصر وهذا كلهم ضمن دائرة بالتالي الفلسطينيين ضمن دائرة بتبطل في قضية احتلال وقضية جيد أسألك هذا السؤال سعد سفير بحكم عملك الدبلوماسي نعم الحراك موجود على مستوى المنطقة العربية لتنفيذ مقدمات هذه الفكرة فكرة الديانة الإبراهيمية نعم موجود حراك؟ آه موجود للأسف يعني بس لكن هذا اصطدم بقضيتين او بتشريعين اولا التشريع الذي اصدره الازهر ومشايخ الازهر والذي قال فيه ان هذا كفر ولا يملك اي احد او اي جهه ان تبدا ان تاتي بدين جديد،, جديد. الديانات انتهت بدين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو الاسلام هو خاتم من الاديان، بالتالي لا يستطيع احد ان ياتي بدين جديد. مم. القضيه الثانيه التي كانت ايضا مهمه هي هيئه الفتوى والتشريع في المملكه العربيه السعوديه والتي اصدرت ايضا قرار ان هذا كفر، ان هذا ارتداد لكن عن سياسيا الإسلام السفير ما هو ارتداد عن الاسلام وانه يجب التعامل مع من يدعو اليه من هذا المنطلق. هذه الفتوى في السعوديه اجت قبل يومين من اعلان الاتفاق الايراني السعودي الصيني. بالتالي هي كانت يعني خلينا نقول الخطوه العقائديه الاولى التي قالت ان هذه الديانه الابراهيميه التي تريد ان من خلالها أمريكا وإسرائيل أن تسيطر على المنطقة مم. نحن عقائديا ضدها مم. بما أفتى هؤلاء ثانيا سياسيا نحن نتجه بالاتجاه الآخر مم. هلأ في نمو لحضارة شرقية جديدة اللي هي الصين وروسيا مم. الصين وروسيا تعتبر أن الإسلام والعروبة والدول العربية هم أصدقاء إن لم نقل حلفاء مم. هلأ فلذلك نحن يعني ننظر الى ما حدث انه بين السعوديه وايران انه بالنهايه شئنا ام ابينا انه هذولا جناحي العالم الاسلامي يعني بمعنى الطرفين تجمعهم تحت مظلة وتحت القوة الحضارية الناشئة والمهي... والتي يعني مهيمنة هذا نجاح كبير للمنطقة وتحول جيد جيد في المنطقة أنا راح أناقش حضرتك في التطور في العلاقة والاتفاق السعودي الإيراني وتأثيره على القضية الفلسطينية بالتحديد سياسيا وحتى اقتصاديا لكن قبل ذلك قبل أن نغادر فكرة الحديث عن الديانة الإبراهيمية لديكم خشية من أن يتم التعامل مع هذا الأمر بطريقة مختلفة بمعنى أنه في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان هناك عمل على الدول العربية والبعض اعترف بشكل مباشر في هذه القصة نتيجة للضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي في وقته وكما تعلم دونالد ترامب هو يقرر ويفكر وقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى لديكم خشية من أن عودة ترامب مرة ثانية لرئاسة الولايات المتحدة ربما يعمل على إزالة كل هذه النقاط والتحولات التي حصلت وبالتالي تعود فكرة الديانة الإبراهيمية للتحرك من جديد في المنطقة يعني زي ما حكينا سابقا أنه الإدارة الجديدة يعني إدارة بايدن أو الإدارة الديمقراطية استمرت في الموضوع ربما ليس بنفس الزخم ولا نفس القوة لكن أعتقد أنه آه يعني بالفتوتين الاساسيتين آه التي تكلمنا عنها في مصر وفي السعوديه عقائديا انتهى الموضوع مم. ثانيا في عمان الـ الـ يعني الجانب الـ الديني او المشرع الديني في آه عمان ايضا طرح هذا الموضوع وكان له موقف ثابت بالتالي اعتقد انه لم ي... لم تعد امريكا قادره على الضغط بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه السابقه وخاصه انه في عوامل جديده داخله على المنطقه اللي هي عوامل آه الروسيه والعوامل الصينيه م. وبدا الخطوات باتجاه آه يعني الارتباط آه بمعنى الاقتصادي وبمعنى الحضاري يعني م. الجزائر بالامس قبل يومين كان رئيس الجزائري في روسيا وعقد اتفاقيات وقال نحن نريد ان نذهب سريعا الى بريكس يعني منظمه بريكس اللي هي عمليا تبحث عن شيء غير الدولار غير التعامل بالدولار وهذه مصر ايضا تحاول والسعوديه مقدمه لذلك وايران مقدمه لذلك يعني عندنا مجموعه من ال الدول العربية م. اللي هي الأساسية عمليا جي. اللي عمالها تبحث للذهاب إلى طب. الحضارة أو للضفة الأخرى بالتالي لم لا أعتقد أن الإدارة القادمة إذا جاءت جمهورية قادرة على أن تفرض بنفس طب. الطريقة وبنفس الرؤية سعد سفير قبل أن ننتقل إلى الحديث عن التطبيع بشكل مباشر خلينا نناقش مع حضرتك التقارب الذي حصل مؤخرا بين الجانب الإيراني والجانب السعودي وكما هو معلوم أن الجانب الإيراني يؤثر كثيرا في القضية الفلسطينية هو يدعم بعض فصائل المقاومة في فلسطين هذا التقارب إلى حد تعتقد أن فيه إيجابيات بالنسبة للقضية الفلسطينية واذا ما كانت هناك ايجابيات ما هي الايجابيات وهل تعتقد ان ثمه سلبيات نتيجه لهذا التقارب ستنعكس على القضية الفلسطينية؟ لا بالتاكيد نحن بالقضية الفلسطينية اي اي خلاف بين دولتين عربيات او اي خلاف بين دولة عربية ودولة اسلامية هو يضر بالقضية الفلسطينية لانه المفروض هذه الدول تبقى صديقة لفلسطين وتدعم فلسطين سواء بالمعنى الدبلوماسي او بال بالمعنى السياسي او بالمعنى مم. الاجتماعي او بقرارات الامم المتحده الى اخره، بالتالي اي تقارب عربي عربي او عربي اسلامي بالتاكيد هو لمصلحه القضيه الفلسطينيه. مم. التقارب السعودي الايراني بالتاكيد هو لمصلحه فلسطين يعني الرئيس الفلسطيني ذهب بزياره الى السعوديه مم. في اثناء شهر رمضان والسعوديين يعني وضحوا بشكل كامل ان وهذا ايضا انعكس في مؤتمر القمة العربية في جدة مم. أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية للمنطقة مم. الآن السعودية تطرح مشروع العربي للحل وهي أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلت عام 67 مم. وأن تقام دولة فلسطينية مستقلة وأن عودة اللاجئين وبعدها يتم تطبيع العلاقة مع إسرائيل وهي الآن متمسكة بهذا الشيء أنه إذا بدكم إيانا نطبع مع إسرائيل، تفضلوا حلوا القضية الفلسطينية، أعطوا الفلسطينيين حقوقهم وإحنا ما عندنا مشكلة مم. بذلك. جيد، ذكرت أثناء حديثك سعة السفير القمة العربية والمواقف التي تصدر من الجانب العربي، ودعني أسأل هذا السؤال، هو ما الذي قدمته القمم العربية لفلسطين؟ يعني صحيحة إذا بدنا ناخذها بالمعنى ماذا حدثت على الارض بالتاكيد القضيه يعني بنقول انه لم تقدم بالشكل العملي شيئا لتحرير فلسطين لكن بالتاكيد ان تكون دول العربيه متفقه على دعم فلسطين بمعنى السياسي والدبلوماسي مهم وإن دعمت بالمعنى الاقتصادي يكون أكثر أهمية. نحن لا نتوقع بهذه المراحل أن أن نتكلم عن قضية تحرير عن قضية خطة عربية لتحرير فلسطين أو م. هذه قضايا نعتقد إنه ليست وقتها لكن نحن لأن نتكلم عن موضوع سياسي عن حقوق دولية عن مجتمع دولي عن إيصال هذه القضية إلى هذا المكان وهذه عوامل تشكل أداة ادوات ضغط للكيان الصهيوني اللي بالنهايه ستجبر على الانسحاب على الأقل من اجزاء التي احتلت عام 1900 تريد ان تقول سعاده السفير انه آه فكره العمل الدبلوماسي والرؤيه السياسيه الناضجه لوحدها قادره على حسم القضيه الفلسطينيه لا لا دون ان يكون هناك عمل فقط من خلال السلاح انا لا اتكلم عن الحسم انا آه. بقول انه في المرحله الان في ظلم موازين القوى يعني الهائله لمصلحه اسرائيل ومصلحه امريكا وما تشكل امريكا من غطاء على كل الجرائم التي تقوم بها اسرائيل مقابل التفتت العربي والانقسام العربي وعدم الوحده العربيه وعدم وجود امكانيات عسكريه عربيه بالتاكيد نحن لا نتكلم عن حسم القضيه الفلسطينيه، نحن نتكلم في ظل هذه الظروف اذا اذا اجتمعت الدول العربيه، اذا اجتمعت الدول الاسلاميه من خلال هذه المرحله الجديده تشكل عامل الضغط وعامل مفيد وعامل مخفف على الأقل على الفلسطينيين في هذه المرحلة يعني نحن نتكلم عن قضية مرحلية وأنا أريد أن أقول أنه قبل ثلاثة أيام كان رئيس الفلسطيني في الصين وقام ب يعني استقبل بالصين استقبال رئيس دوله وكانت هي زياره دوله والرئيس الصيني ووقعوا على اتفاقيه استراتيجيه بين الصين وفلسطين يعني تصور هذا وهذا هذا قضيه مهمه واعلن الرئيس الصيني مبادره لحل القضيه الفلسطينيه ووافقت القياده الفلسطينيه على هذه المبادره اللي هي عمليا انه اعطى الفلسطينيين انسحاب الاسرائيلي من ال67 واعطاء الفلسطينيين حقهم في ادامه دوله اقامه دولتهم بما فيها وعاصمتها القدس الشرقيه فهذا هذا يعني اذا جبنا الدول العربيه والدول الاسلاميه تحت المظله الصينيه والدعم الروسي بالتاكيد نحن نبحث عن هيكل جديد للعلاقات الدوليه اذا تريد ان تقول دكتور انه هذه التحولات التي حصلت مؤخرا في المنطقه وعلى مستوى العالم تصب في مصلحه القضيه الفلسطينيه نعم بالتاكيد ما زي ما قلنا ما دام الحضاره الناشئه والقوى الناشئه بتقول لك ان العرب والمسلمين هم اصدقائي <applause> وأنه ممكن أن يتحول مش بس أصدقاء حلفاء يعني يمكن أن نكون جزء من الحضارة الناشئة والجديد الحضارة الشرقية كمجموعة عربية وكمجموعة إسلامية فبالتالي بالتأكيد نحن جزء من هذا التجمع العربي الإسلامي وزي ما حكينا الصين موقفها وروسيا بالتأكيد موقف هذا كله يدعم القضيه الفلسطينيه ويدعم الشعب الفلسطيني وممكن هل هل هذا هو فقط الموجود لا في جوانب اخرى في الصمود الفلسطيني في التصدي الفلسطيني في المقاومه الفلسطينيه في عوامل الضعف لدى الجانب الاسرائيلي اسرائيل الان عندها مشكله كبيره جدا بوجود الحكومه اليمينيه المتطرفه الان اللي فيه خلاف مع الناس الديمقراطيين والوطنيين الاسرائيليين واصبحت القضيه انه ما هو تعريف اسرائيل؟ يعني الان هم مختلفين على الهويه، هل هي دوله يهوديه وتريد ان تطبق الشريعه اليهوديه بكل تخلف الشريعه اليهوديه؟ لماذا لا تستغل هذه الاوضاع الان؟ لماذا لا تستغل هذه الاوضاع الموجوده من الجانب الفلسطيني؟ تستغل شيء طبيعي نحن بشكل بكل ما نستطيع ندفع بهذا الاتجاه بكافه المستويات وهي يعني وصلت الامور الى حد كبير ما اثرت على الاقتصاد الاسرائيلي كثير من راس المال حتى اليهود غادر اسرائيل لانه هناك يعني قوانين سوف تؤثر على القضاء الاسرائيلي اللي هو يعني بالنسبه لليهود قضاء عادل وقضيه لل... انه احنا جماعه علمانيين وديمقراطيين ومقدمين حنا للعالم انه احنا انعكاس للحضاره الغربيه وماخذين كل قيم الحضاره الغربيه عندما نتحول الى ديانة يهودية وشريعة يهودية معناها نحن نختلف نتراجع وهي مشكلة ومشكلة حقيقية في داخل المجتمع الإسرائيلي لذلك في مظاهرات أسبوعيا بمئات الألاف من اليهود اللي ضد الحكومة اليمينية الموجودة جيد ساعة السفير خلينا نتحدث مع حضرتك الآن بشكل واضح ومباشر حول قصة التطبيع هذه المفردة التي تحركت في المساحة العربية مؤخراً وحصلت مواقف ومشاكل كثيره حول قصه التطبيع، الى اي حد تعتقد ان هذا الامر ما عاد ممكنا ان ينفذ على الاقل من باقي الدول العربيه، ام ان ما يحصل في الكواليس هو يختلف تماما عن المعلن؟ يعني انا تقديري وتحليلي انه نحن تجاوزنا مرحله التطبيع، آه. يعني لا اعتقد انه الان اي دوله ممكن أن تفكر في التطبيع لعدة أسباب السبب الأول التغيرات الحادثة السبب الثاني أنه الجانب العقائدي من للتطبيع اللي هو الديانة الإبراهيمية دينيا وثقافيا في المنطقة العربية غير مقبول وغير ممكن تسير فيه خطوات أخرى وثالثا أن التطبيع لم يقدم للدول التي قامت بعملية التطبيع أي شيء لم يطور اقتصادها ولم م. يشكل لها حماية أمنية لأنه التطبيع كان قائم على هاتان القضيتان م. فبالتالي لا لان في اختلاف انه اصبح اولا يعني التطبيع كان قائما على ارضيه انه عدونا هو ايران وانه ايران بدات تفترس الخليج العربي طيب الان عندما تقيم العلاقه والان علاقه ممتازه بين السعوديه وايران وبين ايران الإمارات. والامارات وبين وقطر يعني بمعنى معظم دول الخليج عندما تكون اصدقاء معنى ذلك انه مش عدوك عندما يكونوا مش عدوك معناه ذلك أنت مش بحاجة لإسرائيل ولا بحاجة لأمريكا من أجل أن تأتي لحمايتك إذا بدأت تأتي فمن هذا المنطلق <applause> اثنين العقلية اليهودية في الاقتصاد هي عقلية الربح لا الذاتي لا يعني لا مش هذه هي لا تشارك ذلك لذلك حتى الدول التي يعني اقامت معاهدات سلام معها لم تقدم لها يعني بالمعنى الاقتصادي اي شيء يعني خذ على سبيل المثال مصر او الاردن بالعكس يعني هي تضر بالاقتصاد في هذه البلدان من خلال تعاملها معها فمن هذا المنطلق يعني لم يعد مشجعا او مبهرا قضيه التطبيع واعتقد انه اصبح خلفنا بالتطورات الدوليه والاقليميه الحادثه لكن بحديثك الان ساعة السفير تقول تجاوزنا مرحله التطبيع أعتقد. لحد اللحظه هناك تحذيرات خلينا نتحدث عن العراق مثلا no. هناك تحذيرات من ان هناك عمل على التطبيع مع الجانب الاسرائيلي وهذه التحذيرات تصدر من شخصيات سياسيه دينيه في العراق مثلا في اخر موقف لزعيم التيار الصدري السيد مقتضى الصدر كان يحذر فيه من التطبيع مع الجانب الاسرائيلي وهذا يعطي مؤشر على ان هناك اطراف تتحرك في هذا الجانب. يعني بلا شك في اصوات بالعراق كانت ولا زالت تتكلم بامكانيه وأنه لماذا لا نذهب الى التطبيع؟ بس اعتقد انه بالعراق انتهى الموضوع عندما اقر تجريم التطبيع اعتقد اصبح قانونا والقانون يطبق على هذه القضيه باقامه اي علاقات اي نوع من العلاقات مع الكيان الصهيوني واعتقد أن الثقافه العراقيه ضد ذلك، وهذا لا يلغي انه في هناك مجموعة من الاصوات التي تقول بذلك، وهي قائمة على أرضية انه مشان نحل مشاكلنا الاقتصادية خلينا نروح نسوي تطبيع، مشان نحمي حالنا من ايران خلينا نروح نساوي تطبيع. القضيتين لا. اسرائيل لن تضيف الى الاقتصاد العراقي بمقدار ما هي قديش ممكن ان تاخذ من الاقتصاد العراقي مكاسب لها وبالتالي لن تكون اليه مفيده طب ما انت يعني لك علاقات مميزه مع امريكا هي اللي هي الدوله العظمى اللي هي الدوله اللي بتطعم اسرائيل سلام. وانت لك علاقات مميزه مع الصين م. لك علاق... يعني كل العالم مفتوح امامك بالتالي مش بحاجه الى دوله صغيره اللي هي بدها تنقذ اقتصادك انت الذي قادر ان تنقذ اقتصادك من خلال برامج العمل ومشاريع العمل والرؤيه المستقبليه تمام انا ساتحدث عن عوامل الداخليه ايضا في فلسطين في هذا الجانب سعاده السفير لكن خليني اسالك سؤال افتراضي واخير في ملف التطبيع، لو افترضنا ان الامور مضت مره اخرى في قصه التطبيع برؤيتك من هي الدوله التي تعتقد وتتوقع انها لا يمكن ان تركب قطار التطبيع؟ اعتقد العراق والجزائر هذول دولتين لا يمكن ان يصلوا الى لا يمكن لا يمكن تشوف الامر مستحيل نعم. زين، أه. خلينا نتحدث الآن عن الواقع في فلسطين، الجيل في فلسطين، قبل نعم. أن أتناقش مع حضرتك في في الملف الاقتصادي، على اعتبار نعم. نحن الآن أمام تحولات اقتصادية وتأثير هذا الأمر على فلسطين، وكما أشرت قبل قليل إلى موضوع زيارة الرئيس الفلسطيني إلى جمهورية الصين. هل هناك جيل مثلا الان في العراق عندما نتحدث عن النظام السياسي عن مشاكله عن القضايا التي حصلت يدور الحديث بهذه الطريقه ان هناك جيل سياسي جيل شاب يبحث عن التغيير، يريد التغيير لا ينسجم مع الرؤيه القديمه. هل هناك جيل في فلسطين الان لا ينسجم مع الرؤيه القديمه التي تؤكد دائما على حسم القضيه من خلال النقاط المثبته منذ سنوات بالنسبه للعقل الفلسطيني بمعنى اخر هناك جيل يذهب باتجاه حل المشكله باي طريقه كانت، هذا الجيل موجود ولا لا؟ الموقف الفلسطيني والجيل الفلسطيني هو امتداد للاجيال القديمه. يعني بالتاكيد اي في اي مجتمع هناك يعني الاختلاف بين الاجيال. من حيث الرؤيه، من حيث الثقافه، من حيث الوعي، من حيث التجربه. طيب. فلسطين زيها زي اي مجتمع، مه. يعني فيها الجانبين. مه. وربما الان الطاغي هو الجانب الاكثر تشددا، بمعنى مه. الذي يؤمن ان اسرائيل لا يمكن ايجاد حل معها الا بالعمل المسلح. مه. وهذا البارز الان في في فلسطين انه مجموعه من الشباب الصغار اللي قد لا يكون لهم اي انتماء سياسي بيبحث عن بندقيه وعندما تدخل القوات الإسرائيلية إلى المكان اللي هو موجود فيه يتصدى بسلاحه لها. اليوم أعتقد سمعت أن شاب فلسطيني حمل رشاشة وقام بقتل أربع مستوطنين وثلاثة بحالة يعني الجرح المحرج اللي ممكن انه يتوفه. بالتالي هذا يعني هذا الجانب البارز في هذه المرحله هو الجانب الفلسطيني الشاب الذي لا يريد ان يرتبط بالقيادات باي شكل من الاشكال بكل انواع القيادات وهو يرى انه هو مهيأ ان يقوم بالدفاع عن المناطق التي هو موجود فيها ومقاومه هذا المحتل, المحتل بالجانب العسكري بين, العسكر. بين رؤيه القياده ورؤيه الشباب نعم نعم اه في اختلاف بالتاكيد هل هذا لا يمنع انه في ايضا شباب ايضا بالاتجاه الثاني انه لا خلينا نساوي سلام وتسوية وهذا المشكلة عندنا يعني الحامي الموضوع أن الجانب الإسرائيلي وأجياله الجديدة ترفض حتى الاعتراف بأنه في شعب فلسطيني وترفض الاعتراف خاصة الحكومة الحالية أن هذه الأرض هي معطاة من الله ل آه الشعب اليهودي وبالتالي في شيء اسمه أرض آه فلسطين, وبالتالي من حقهم أنه يستوطنوا ومن حقهم أن يستولوا على أي جزء من آه أرض آه فلسطين فبالتالي الجانب الآخر يرفض آه الذهاب إلى السلام يض... الذهاب إلى تسوية تاريخيه زي ما تم توقيعها في اوسلو وكان في امل ان يكون هناك تسويه من هذا المنطلق يعني الجانب الفلسطيني لا يرى انه في امكانيه لانه الجانب الثاني بيقول له انا مش شايفك وانا مش معترف فيك وانا ما بديش اقعد انا وياك على طاوله نتفاهم على قضيه الحقوق فمن هذا المنطلق ببرز الجانب الذي يبحث عن الخيارات الاخرى جيت سعد السفير خلينا نتحدث الان عن الخلافات الداخليه في فلسطين، انت تحدثت عن الخلافات الداخليه في اسرائيل ومدى استفاده الجانب الفلسطيني وتاثيرها على القضيه بشكل كامل. الخلافات في الساحه الفلسطينيه الى اي حد تؤثر على جوهر القضيه؟ يعني أه بالتاكيد الخلافات الموجوده أه تؤثر يعني بشكل او باخر تؤثر على الحاله المعنويه لشعبنا، تؤثر على صورتنا امام المجتمع الدولي تؤثر على انه استغلال اسرائيل لهذه التناقضات وتطويرها والاستفاده منها بشكل كبير وبالتاكيد هي يعني لها تاثير بشكل كبير على وجود هذه التناقضات لهذا الحد لكن التناقض الفلسطيني او الخلاف الفلسطيني لا يصل الى حد التاثير في جوهر الصراع في جوهر القضيه لأن الكل متفق ان أن آه انه هذه ارضنا وهذا شعبنا ويجب ان نصمد ويجب ان نقاوم بكافه الاساليب والوسائل هذا الاحتلال وانه آه يجب ان يزول الاحتلال. هي خلافات السلطه خلافات في وجهات النظر؟ بالضبط هي يعني بمعنى الجوانب الاساسيه لل للقضيه الفلسطينيه والجواريه فش عليها خلاف صح. الخلاف انه يعني هذا الاسلوب متى نستعمله الان م. او بعد فتره كيفيه استعماله استعمال ومتى استعماله من يقرر الاستعمال يعني وسائل الـ الـ خلينا نقول الـ مواجهة هذا العدو هي اللي عليها خلاف وبالتأكيد جانب أيضا سلطوي أنه من يحكم ومن يكون قائد جيد هو في قصة الخلاف الداخلي هذا الأمر يطرح سعادة السفير مثلا عندما يتخذ جانب من او جهه من الجهات تتخذ جانب المقاومه وضرب الجانب الاسرائيلي بشكل مباشر ثم بعد ذلك ياتي الرد باعتبار ان عمليه المقارنه الفارق كبيره بين بينما تمتلك المقاومه الفلسطينيه والقوه العسكريه الاسرائيليه صحيح. بالتالي عندما يكون هناك قصف مثلا على اسرائيل لا توجد خسائر في الجانب الاسرائيلي لكن عندما ياتي الرد تكون الخسائر البشريه كبيره صحيح. في الساحه الفلسطينيه هذا الامر يناقش دائما يتحول الى مثار جدل نعم اكيد سواء على مستوى القياده او على المستوى الشعبي يعني الناس في لحظه من اللحظات عندما يروا هذا الكم الهائل من التدمير الاسرائيلي بيصيروا يسالوا انه لماذا, هل آه لماذا وهل كان في داعي لذلك وليش و الاسئله موجوده بالتاكيد بشكل دائم بس الموجود في المقابل انه يجب ان نصمد، يجب ان نتصدى، يجب ان نضحي من اجل قضيتنا لكن ما هي وسائل الصراع وكيف نخوضها هذه القضايا ايضا اللي بيتم النقاش عليها بشكل مستمر سعد السفير الان اقتصاديا دعنا نتحدث كيف هو الوضع الاقتصادي في فلسطين هذا واحد اثنين مدى تاثير كل ما تحدثنا به منذ بدايه الحوار والى الان من تقارب الجانب الايراني مع السعودي من التقارب الحاصل دول كثيره الحديث مثلا عن السعوديه وروسيا والصين عن التاثير الروسي الصيني في المنطقه الى اي حد يؤثر على الاقتصاد, الاقتصاد الفلسطيني يعني الاقتصاد الفلسطيني بيعاني من مجموعة من القضايا، القضية الأولى انه المجتمع الدولي وخاصة الدول أوروبية وأمريكا كانوا بدعموا يعني مشاريع في داخل فلسطين وبيدعموا ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، لهم على الأقل ثلاث أربع سنوات متوقفين. الدول أه العربية في هناك قرارات مستمرة في القمم العربية بأنه دعم ميزانيه السلطه ب 55 مليون دولار شهريا على اساس نسبه كل دوله في الجامعه العربيه هذا كان يعني بعض الدول ملتزمه فيه الى ان يعني الامريكان في ايام ترامب طلبوا من الدول العربيه توقف عن الدفع وفعلا توقفت والان لا يدفع او لا يدعم ميزانيه السلطه الفلسطينيه الى الجزائر مع م. ذلك توقفت. اعتقد بضم التقارب الجديد والاجواء الجديده ممكن ان لماذا لا يوجد دعم عراقي اسال, أسأل الحكومه العراقيه أنت يعني بالتاكيد هناك دعم مثلا حتى للصومال من العراق نعم no. يعني هو العراق المفروض العراق يدعم الاردن مثلا يعني العراق المفروض ملتزم ب فاصل 5.5 مليون دولار شهريا لفلسطين لكن للاسف يعني يعني على الاقل من عام 1900 2014 الى الان لم يتم الالتزام باي ساعة. يعني من 2014 سعاده السفير والى اليوم توقف العراق عن دعم فلسطين ماليا نعم نعم صحيح ما سالتوا عن الاسباب هلا بنسال فلسطين في الاقتصاديه اعتقد انه الان ممكن يعاد الالتزام بهذا هذا م. حسب الظروف الاقتصاديه والوضع العراقي كم, كم المبلغ اللي كان يدفع قبل يعني هو المفروض 5 أه أه ملايين ونص شهريا م. لانه العراق هو 10% من نسبته في ميزانيه الجامعه العربيه بالتالي 55 خمس مليون بيطلع 5.5 فهذا شو اسمه؟ فبس اعتقد انه الان الامور تتجه بهذا الاتجاه ان شاء الله نامل ان يتم ذلك بعد اقرار الميزانيه وان يكون في هناك مجال لدعم القضيه الفلسطينيه. تمام انا اتحدث في الجانب الاقتصادي من زاويه اخرى سعاده السفير ايضا. كل دول العالم الان تتواصل لشيء واحد وهو الاقتصاد كثير من دول العالم تمر بازمه اقتصاديه وبالتالي نعم. تحاول ان تعالج هذا الخلل من خلال تواصلها مع طرف متمكن اقتصاديا كل دول العالم تفكر في بناء اقتصادها الان فلسطين هي في الاصل تعاني اقتصاديا ومعظم الدول التي كانت تدعم فلسطين هي الان تفكر في تطوير اقتصادها ومعالجه مشاكلها الاقتصاديه هل تتوقع ان يكون المستقبل صعب امام فلسطين اقتصاديا لا, لا هو فلسطين يعني بنت اقتصاد لا باس به احنا لو احنا عندنا مشكله انه اسرائيل تقوم بخصم يعني بحدود 30 مليون دولار شهريا بحجه انه احنا ندفع لعوائل الشهداء وعوائل المعتقلين مم. والجرحى بالتالي هي تعتبر انه هذا تجاوز على الاتفاقيه فمن هذا المنطلق تغير. لو تتوقف اسرائيل عن خصم هذا المبلغ بالتاكيد نحن قادرين على معالجه يعني بالحد الادنى يعني بمعنى انه رواتب التشغيليه وهذا من خلال الضرائب ومن خلال الاداءات ومن خلال يعني المشاريع في داخل فلسطين بالتالي يعني وضعنا ليس اسوا من وضع الدول العربيه المحيطه افضل يعني بتقدرش تقول افضل بس افضل من الاردن يعني اعرفش بالضبط بس ليس سيئا لهذه الدرجه، اذا اسرائيل آه. توقفت عن يعني اقتطاع اجزاء من المبالغ الفلسطينيه التي تحصلها من الضرائب على الداخل الى فلسطين بالتاكيد بيبقى وضعنا لا باس به يعني بمعنى يعني ماشيين حالنا كما طيب. يقول هلا اذا يعني بعض الدول اعادت الالتزام بدعم او الاوروبيين اعادوا الالتزام بالتاكيد هذا يشكل دعم بمعنى انه بناء مشاريع مثمره ومنتجه لهذا اعتقد انه بالاتفاقية الاستراتيجية مع الصين سيكون هناك مشاريع أعتقد أن الإخوان بالدول الخليج أيضا س يكون في هناك مشاريع في داخل فلسطين في مفردة الدعم دكتور خليني اسالك هذا السؤال من دعم القضيه الفلسطينيه اكثر سواء كان على جانبها العقائدي على جانبها السياسي وعلى جانبها الاقتصادي المنظومه العربيه بالكامل ام الجانب الايراني بدون يعني, يعني آه. آه خلينا اولا المشكله اذا بدك تسالني هل ايران تدعم فلسطين بقول لكم ما بعرفش آه. لانه في شيء مثلا مستشفى اسمه المستشفى الايراني في شيء مدرسه اسمها المدرسه الايرانيه آه. في شيء مركز ثقافي اسمه المركز الثقافي الايراني وهذا حكيته لسعاده السفير الايراني آه. و... انت على الارض بالجانب المدني ما عمالك ما تقدم يقال انه في دعم عسكري في أي. دعم يقال يعني هو ما مو, مو, مو بعرفش. انا زي. ما مش عسكري زي. وانا مش من الجهات التي م. ترسل ايران لها الدعم فبالتالي لا استطيع ان اقول اه او لا او لكن ما, مدنياً ما هو حجم بس على الجانب م. المدني على جانب دعم السلطه على دعم ما لا يوجد اي شيء زيد <applause> عربيا عربيا، لا كانت الدول العربيه كثيره، في هناك المستشفى الاردني، في المستشفى المغربي، في المستشفى التركي، في في مشاريع عربيه موجود القطري في لهم مشاريع ففي يعني موجود مثلا السعوديه كانت ملتزمه جدا بدعم القضيه بالدعم المالي والاقتصادي، الجزائر ملتزمه لكن الجانب الإيراني يطرح نفسه دائما على أنه مدافع عن القضية الفلسطينية وداعم للقضية الفلسطينية. بالمعنى السياسي والدبلوماسي الصحيح يعني هذا موجود يعني في كل القضايا الفلسطينية في الأمم المتحدة في المنظمات الدولية في أي مكان بالتأكيد هم بدعموا المشاريع الفلسطينية ويدعموا الموضوع الفلسطيني فقط في قصة السلاح الدعم موجود في السلاح. بعرفش. أنا ما قلت بعرفش إنه في سلاح ولا في شيء شو بدعموا طيب هلا الإخوان في في يعني في فصائل فلسطينية بيقولوا أه في دعم بس آه. أنا أولا طيب. لا أرى ولا ألمسه يعني جيد، سعد سفير سؤال أخير حتى أختم مع حضرتك وأنت سفير لفلسطين في العراق وتلتقي مع كل الزعامات السياسية صحيح. مع كل الرئاسات من من الشخصيات وجدت ان في داخله هم على القضيه الفلسطينيه. يعني استطيع ان اقول كل الشخصيات ال ال يعني كل اكثرها ش... يعني هاي بلاش بدون دبلوماسيه لا <applause> صعبه <تصفيق> بس فعلا يعني كل القيادات السياسيه <applause> يعني لديها شعور جامح لقضيه فلسطين لانه كلها يعني في العراق القضيه الفلسطينيه تشكل جزء من الثقافه جزء من العقيده جزء من القوميه جزء من الانسانيه له فبالتالي هو يعتبر انه يعني ملتزم حول هذه القضية ودعمها والوقوف إلى جانبها هل قد يعني يكون في ضعف في التعبير عن ذلك الدعم بس كداخل وكموقف بالتاكيد يعني كل القيادات كلها بغض النظر عن انتماءاتها وبغض النظر عن احزابها وقواها يعني انا اشكرك جزيل الشكر سعاده السفير الدكتور احمد عقل سفير فلسطين في العراق شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لك على هذه الاداره الجيده الله يسلمك الحوار ونتمنى لك وللمؤسسه كل توفيق شكرا جزيلا سعاده السفير واشكركم دائما انتم ساده المشاهدين على طيب وكرم المتابعه الى اللقاء.